رز بالبشاميل، اعاده تدوير لحاجات عندنا، واقول لك ايه اللي موجود عندك وممكن نعمل له كمان اعاده تدوير تاني. ما قدرنا تنزل على الشاشه يا حمدي لو سمحت. عندنا رز بالبشاميل نص كيلو لحمه مفرومه. طب انا ما عندي، طب هنتكلم عن المقادير ونصورها ونشيلها وبعد كده نفصصها واحده واحده. نص كيلو لحمه مفرومه متعصجه، 3 كوبايات رز بسمتي ابيض مستوي او مسلوق، صوص البشاميل اللي محتاجاه له ايه؟ لتر حليب، معلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار من النشا، 4 معالق كبار من الزيت، 4 معالق كبار من الزبده، مكعب مرقه وملح وفلفل اسود. المقادير سهله وبسيطه، ولو الحاجه عندك موجوده في البيت فهيبقى اسهل منها مفيش. طيب تتشال مقاديرنا وتعالوا بقى نفصص كده حاجه حاجه ونشوف البدايل بتاعتها. نعم. ما ينفعش يا حمدي العين ما تعلاش عن الحاجب. بصوا كده الوصفه بتاعتنا، عندنا نص كيلو لحمه مفرومه متعصجه بالفلفل الالوان. طيب هو هل لازم ان انا اعمل نص كيلو بالظبط او اجيب نص كيلو؟ لا، انا قلت لك افتحي كده التلاجه بتاعتك وشوفي ايه اللي موجود عندك. اللي موجود عندك هنوظفه. بتعملي مكرونه بالبشاميل، بتعملي صينيه جلاش، بتعملي صينيه رقاق، وتفضل منك حبه لحمه، بس مش هيقضوا الوصفه بتاعتك. نعمل ايه؟ بصلتين ثلاثه مع قرنين فلفل نقطعهم على بعض. اللحمه خدت تسخينه كده على النار او تشويحه بعد وهي مستويه ومطلعينها من الثلاجه او من الفريزر، حطينا عليها البصل والفلفل، دبلو حيقتها او دبلتها شويه كمان، ظبطت الملح بتاعها وبدات ان انا اشتغل بيها، كترت الكميه وعملت وصفه جديده. طيب عملت امبارح مثلا فته، عملت مثلا فراخ مشويه ورز بسمتي اصفر، وعندي شويه رز، هعمل بيهم ايه؟ هنستخدمهم في الوصفه بتاعت النهارده، مش شرط ان انت تعملي رز جديد، يبقى بحاجات قديمه عملنا صنف جديد وكل يوم عايز، وليا رب دايما الخير عندكم دايما. طيب عندنا الرز، عندنا اللحمه المتعصجه، نيجي للبشاميل. البشاميل بتاعنا قلنا اسهل طريقه لعمل البشاميل عشان حبايبنا اللي لسه بيدخلوا المطبخ جديد، لسه حبايبنا اللي بيدخلوا المطبخ جديد، اسهل طريقه ممكن ان انت تعمليها، تحطي كله في الخلاط، ضربتيه ضربه حلوه، السمنه والزيت على النار اتقدحوا كويس، نزلنا باللي في الخلاط وبدانا نقلب. اسهل من كده مفيش. بتضمني ان الحاجه كلها متدوبه او مضروبه او مخلوطه في الخلاط كويس، مفيش حاجه هتكلكع معاكي، بس انا بحب بصراحه ان انا احمر الدقيق، بيبقى ليه تطعيمه حلوه قوي لما بيتحمر. طيب ادي الدقيق وادي زبده وادي زيت، وسايبه الحله تسخن معايا خالص، وعشان سخنت معايا مش هينفع ان انا انزل بالزبده علشان ما تتحرقش وتديني غمقان للبشاميل، يبقى هنزل بالزيت الاول. بسم الله. وقلنا مقدار الزيت والزبده او مقدار السمنه لو انت مش هتعملي زيت وزبده لازم يكون اكتر من مقدار المواد الجافه اللي هي النشا والدقيق. بسم الله. ليه؟ علشان الدقيق ياخد براحه في التحمير، ما يبقاش مكتل معايا ويبدا يطلع معايا خليط كريمي خالص. طيب حطينا الزيت عشان الحله بتاعتنا سخنه قوي، ورحت نازله فيه بالزبده وادي الدقيق. بسم الله. بالشكل ده كده كده هسيبه يتحمر براحته خالص، بس ما سيبهوش يتحرق. وادي الحليب عندنا اهو، ادوب فيه النشا. طبعا النشا مش هينفع احطها مع الدقيق على النار في الزبده، ليه؟ علشان مش هينفع ان هي تتحمر، فلازم ادوبها على البارد مش على السخن. اهو بنفس المضرب اهو كده. وادي مكعب المرقه. طب انتوا حاطين الزيت؟ خلاص انا حطيت زيت من عندي بالشكل ده كده. فاضل ايه؟ ملح وفلفل اسود. عايزه تحطي له سنه كمون مش هيقول لك لا، وهيطلع معاكي زي الفل. كده دوبت النشا كويس قوي، وادي الدقيق ماشي معايا تمام. هسيبه يتحمر سنه كمان، واجيب بوله راك الحلوه بتاعتنا، الفرن شغال بتاعنا على 200 علشان انا مش عايزه ان هو في حاجه تستوي. اللحمه مستويه والرز مستوي، يا دوب بيدخل البشاميل، عايزه احط عليه شويه جبن من فوق يبقى في منتهى الجمال. عرفنا ان راك بيتحط في الفرن وبيتحمل درجه حراره 300 درجه مئويه، ما نخافش عليه خالص، بنتعامل معاه معامله الصينيه الالومنيا بتاعتنا العادي. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا لو بنتعامل مع بايركس، البايركس لما بيدخل الفرن ونيجي نطلعه بنبقى محاسبين قوي ومخليين بالنا قوي ما يتحطش على رخامه ساقعه، ما يتحطش على رخامه مبلوله، لان لو لا قدر الله رخامه ساقعه او مبلوله او لمس فوطه مبلوله بيبدا ان هو يفرقع. لكن راك بيبقى مننا حته زي دي، ان هو لما بنطلعه من الفرن بنحطه على الكوانتر عندنا او على المطبخ بتاعنا، بيبقى بنتعامل معاه اكن صينيه عاديه، ما بنبقاش خايفين ان هو يتكسر او يجرى له حاجه. نزلنا الحليب اللي احنا دوبنا فيه النشا وابدا اقلب كده، حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود وابدا اقلبه كده. طيب هبدا كل شويه اقلبه علشان ما يلزقش في الحله بتاعتنا. عندي ايه؟ عندي البوله اللي هقدم فيها، قلنا كمان
الميزه فراك ان احنا لما بنعمل فيه بوله او بنسوي فيه حاجه في الفرن بتطلع تتقدم زي ما هي، يبقى وفرنا كمان مواعين ان احنا نفضل نفضي من صينيه علشان نقدم بشكل كويس والكلام ده كله. طيب ايه تاني بنستفيد براك فيه؟ ان هو عامل لنا عروض حلوه قوي. وايه العروض بتاعته؟ ان اللوت اون بتاعته لما تطلبيها اونلاين علشان ما تنزليش من البيت بيحافظ عليكم بقدر الامكان، وانتوا قاعدين في البيت بترفعوا سماعه التليفون او بتكلموهم على الواتساب بيبعتوا لكم كل الاشكال، اكتر من 40 شكل، 40 شكل ولون بتختاروا منهم اللي انتوا عايزينه، تطلبوا الموديل بيجي لك لحد عندك، الشحن مجانا لاي مكان، وفوق كده كمان بيجي لك هديه على الطقم اللي انت بتطلبيه من عندهم، بيبقى يعني حاجه كده تساعدك في جهاز العروسه لو انت بتجددي حاجه تبقى جديده في مطبخك، فده اللي بيقدمه راك ان شاء الله باذن الله يكون دايما عند حسن ظنكم. بشاميل بتاعنا على النار، هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ اقفل البوله بتاعت راك. بصوا كده، ادي لحمه متعصجه وادي رز ابيض. قلت لو احنا عندنا اساسا موجود في البيت يبقى كان بيها. طيب لو انا عايزه بقى اعمل الوصفه دي بس كل حاجه لسه هعملها من اولها لاخرها. طيب عملنا ايه؟ جبنا اللحمه المفرومه، حطينا على النار سمنه او زبده او زبده وزيت او زيت بس زي ما انت عايزه، سخن شويه معانا، نزلت باللحمه اديتها صدمه مع رشه فلفل اسود، بدات اللون بتاعها يتغير، ريحه الفلفل الاسود بدات تطلع معايا، عايزه تديها سن الثوم ماشي، عايزه تديها بصل ماشي، اتعصجت معايا اتغير لونها على نار عاليه. اوعوا توطوا النار وهي اللحمه بتتعصج، ليه؟ لو وطينا النار هتبدا تطلع ميه ودي حاجه احنا مش عايزينها، انا عايزاها ان هي تبدا تستوي معايا بسرعه والميه اللي تبكها يعني الميه اللي تنزلها تشربها وهي على نار عاليه. تبلتها ملح وفلفل اسود، خلاص استوت معايا وتغير لونها ودخلت في السوى، ابدا ممكن احط لها مكعب مرقه، خلاص استوت خالص معايا والمفروض هقفل عليها، اروح احط لها البصل والفلفل الالوان واقلب تقليبتين ثلاثه كده واروح قافله. ليه؟ علشان عايزه البصلايه والفلفل اللي احنا هنحطه يبقى مصحصح كده، ما يبقاش دبلان وكله مهروك في بعضه ملوش طعم. عصقت اللحمه وركنتها على جنب، اجي بقى للرز. لو انت الرز مش موجود عندك من قبليها وهتعملي جديد، اسهل طريقه للرز البسمتي هي السلق، علشان في ناس كتير قوي ما بتبداش او ما بتعرفش تظبط المقدار بتاعه. لو هتظبطيه المقدار بتاعه 3 كوبايات رز بسمتي بتحط عليهم 6 كوبايات من الميه المغليه. طب يا نونا انا مش عارفه اظبط الرز بتاعنا والمقدار بتاعه وعايزه اسلقه، هعمل له ايه؟ حاجه بسيطه جدا، بنحط ميه مغليه بس المقدار بتاعها طبعا يكون كبير، وبنحط فيها شويه ملح، عايزه تحطي مكعب مرقه ماشي، عايزه يطلع ابيض زي ما احنا عاملين كده اهو يبقى هو الملح وبس، ما بنحطش عليه اي حاجه تاني. عايزاه اصفر بتروحي حاطه في الميه شويه بودره زعفران، بتغلي من غير ولا بصل ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، غليت الميه سقطنا الرز، تقلبتين ثلاثه انت بقى بتسلقيه فالميه كتير مش محتاجه ان انت تغطيه ويرجع ان هو يتشرب والكلام ده كله، لا اسهل ما يكون، سقطنا الرز كل شويه بنقلبه زي اكنك بتعملي مكرونه كده، خلاص بدا يستوي معاكي، صفتيه في مصفه وهوتيه كده اهو بالمصفه هيطلع معاكي زي الفل. ابيض ما تحطيش اي لون، عايزاه اصفر حطي رشه بودر زعفران. اسهل ما يكون. طيب يبقى كده قلنا طريقه اللحمه المفرومه، قلنا طريقه الرز والبشاميل اللي عملناه مع بعض، الخليط بتاعه كريمي خالص. حطيت طبقه من الرز وهروح حاطه طبقه من اللحمه المفرومه، وخلوا طبقه اللحمه المفرومه كده تبقى ظاهره على الحروف علشان لما يبرد معاكم شويه او يهدى من النار وتبداوا تقطعوا قطعه قطعه تبقى باينه الطبقات اكنكم عاملين لحمه اكنكم عاملين اسفه مكرونه بالبشاميل، تبقى الطبقات بتاعتها باينه وزي الفل. طيب حطينا طبقه من الرز، ادي طبقه من اللحمه، مش عايزه انسى البشاميل كده، الخليط بتاعه كريمي خالص. بصوا كده هرفع من على النار، مش هقفل النار لا انا هرفعه خالص من على النار. بصوا كده، بصوا كريمي من غير اي تكتلات ولا اي حاجه، خد معايا وقت ما خدش معايا وقت خالص اهو ما شاء الله عليه. طيب ابدا اكمل بقيه الطاجن بتاعنا كده، وهحط اخر طبقه من اللحمه وعليها البشاميل. عايزه تحطي على الوش جبن ماشي، عايزه تحطي في النص اصلا جبن زي ما انت عايزه، اللي موجود عندك توظفيه مش اكتر من كده. نعمله ونحطه في الفرن، وهبدا ان انا اجيب طاجن بايركس شفاف عشان برضو اوريكم شكل الرز بالبشاميل اللي بيبقى عامل ازاي. بسم الله، سهل جدا وبسيط ما خدش مني وقت خالص اهو كده،
بالشكل ده. حد هيقول لي رز ازاي وعليه بشاميل؟ جربوا الحاجه قبل ما تحكموا عليها بجد. كان ايه رايك فيه؟ صحتين وعافيه على قلبك يا رب. بصوا كده، بصوا الخليط الكريمي او البشاميل الكريمي بتاعنا عامل ازاي. احسن من كده واسهل من كده مفيش، عشان حبايبنا اللي لسه بيدخلوا المطبخ جديد او عرايسنا اللي ما بيعرفوش يظبطوا البشاميل معاهم، دي اسهل طريقه تطلع معاك البشاميل مضمون. المواد الدهنيه تبقى اكتر من الدقيق والنشا. ليه بحط نشا؟ علشان لما بنحط الدقيق لوحده ولو احنا عاملين حاجه بالبشاميل وباتت لتاني يوم بنلاقي شكل الدقيق كسر، فالنشا مع البشاميل بيدينا نعومه كده وليونه للبشاميل تخليه ان هو مظبوط. بس كده نحطه بقى في الفرن وترجعوا لي اكون عملت درجه حراره 200 يا حمدي، ونرجع اكون جبت طاجن بايركس شفاف علشان اوريكم تدريجات الالوان او تدريجات الرز مع اللحمه المفرومه والبشاميل اللي بتبقى عامله ازاي. نحط ده كده في الفرن بسم الله، ياخد اللون الحلو بتاعه. مش هحط له جبن او اي حاجه، عايزه تحطي له جبن ما فيهاش اي مشكله، ده لو موجود عندك. ما عندكيش يبقى هنحطه زي ما احنا ما حطيناه. ده الطاجن التاني بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، ادي الطبقات بتاعه الرز في الارضيه، بشاميل طبقه خفيفه، لحمه رز، لحمه رز، لحمه على خفيف، وبعد كده بشاميل. هيطلع معاكي بالشكل ده. عايزه تحطي بشاميل في النص على طبقات اللحمه مش هتقولك لا. عايزه تاخدي معلقه من البشاميل تقلبي بيها الرز زي ما بنعمل المكرونه عشان يبقى كله ماشي مع بعضه، مش هتقولك لا، بس مش مستحب. علشان انا بقولك علشان ممكن وانت بتعملي تفكري تقولي ايه، طب ما انا ممكن اعمل زي المكرونه واروح واخده معلقه بشاميل، هيبقى حلو بس هنحس ان احنا واحنا بناكل ال 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 الرز معجن مع البشاميل. فاحنا عايزين كده لما نطلع القطع على بعضها كده وكلها تبقى متماسكه مع بعضها تبقى حلوه، تبقى دايبه كلها في البق كده بسيطه، يكمل اللون بتاعه وهنطلعه نشوفه مع بعض. واللي الناحيه دي برده بسم الله، لا ده لسه عليه شويه، بس عايزه اقول لكم الارضيه البشاميل مع اللحمه، البشاميل مع اللحمه بيغلوا. هينفع نجيبه يا حمدي؟ نقفل على ده عشان الحراره بتاعت الفرن. تعالوا كده بصوا معايا، باين معاك الغليان بتاع اللحمه وال، ولا اطلعه بره شويه؟ لا كده باين صح. بصوا في الارضيه اللحمه بتغلي مع، علشان فيها طبعا المواد الدهنيه بتاعتها بتغلي مع البشاميل. فلما يطلع ان شاء الله هوريها لكم، اول ما يطلع نشوف حته الغليان بتاعتها دي شكلها تحفه، ويكون خد اللون بتاعه كمان. قالوا بسرعه كده نشوف طاجن الرز بالبشاميل بتاعنا اللي في الفرن عشان نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، نحط الاول طبق التقديم، نزحزح كده المقادير بتاعتنا شويه كده، ونطلع بقى البوله الحلوه بتاعتنا. بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ريحه اللحمه اصلا مع البشاميل مش قادره اقول لكم، اكني مطلعه طاجن مكرونه فرن. بصوا كده ما شاء الله الله اكبر عليه، مفيش احلى من كده. يهدى شويه قبل ما ناكله، يعني طلعيه قبل الاكل كده بحوالي 10 دقايق عشان تكون السخونيه هديت بتاعته وبدا ان هو المكونات كلها تمسك مع بعضها، عشان لما تيجي تقطعي القطعه تبقى طالعه تمام وزي الفل. طيب